تدرين خالتك عامرة تخاف، ما تحب هالسوالف مستشفى ما مستشفى. اي والله ما تيأس. يا سلام، بيج هاك بيج هاك. يما انا اقول خلنا نمشي. يما ترى ما له داعي نشوف شيء ياثر علينا ويغثنا. خلوني اتعرف على شخصية ابوكم اللي ما كنت اعرفها. سلم على خالتك سمر. خواتك ريما ولوجين. عافية. عسى ما شر. شايبكم؟ ماما عامرة تعبانة. لا ما تشوف شر. ما تستاهل. ما شاء الله. طلعت تعرف تشيل وتحط وتجيب الطبيب بعد. مو وقت هالكلام سمر. أنا بعرف شيء. أنا اللي ما عرفت لك ولا أنت اللي ما عرفت لي. إحنا ما قصرنا مع بعض. عمري ما شفتك تودي بناتك الطبيب ولا تجابلهم ولا تسوي اللي الحين قاعد تسويه. أنا ما لومك سمر، بس كل واحد ياخذ حقه بطريقة ثانية. يمكن أنت خذيتي مني شيء خلود ما قدرت تاخذه مني. شنو اللي خذيته وما خذيته؟ بفهم. شنو اللي خذيت منك؟ الحرات ولا الصد ولا القهر ولا حرقة قلبي يوم دريت انك متزوج ومعين بعد؟ سمر حبيبتي مو مني. مساء الخير سمر. يا حلو البنات ما شاء الله. خلود ما عليك سمر، نطروني بالقهوة. إن شاء الله. انا صاعد ويا سمر. يلا تفضلي خل نروح نزور عمرو.